حسن محمد مخترع، مشكلته الوحيدة انه بيعيش في مصر البلد اللي بتقتل المواهب، ورغم ان امكانياته بسيطة تغلب على كل المعوقات اللي قابلته وقدر ان يشتغل على اختراعاته اللي ملهاش مثيل في مصر. فاخترع روبوتات تعمل في مجال الزراعة والصناعة، وكساحات للألغام، وكراسي آلية للمعاقين، وغيرها من الابتكارات لثبت ان الشاب المصري والعربي بيحتاج بس الفرصة وقليل من الامكانيات ليغير المجتمع من حواليه. كان بداية الموضوع كان مسابقة روبوكون. المسابقة دي مسابقة عالمية بين جامعات، الأول بتصفي بين جامعات مصر، بعد كده الفريق اللي بيفوز بيمثل مصر عالميا بين دول شرق آسيا وكده. فطبعا كان الهدف الأساسي من المسابقة إن أنت إزاي من البيئة اللي حواليك تقدر تطلع منتج وتنافس بيه بالإمكانيات اللي حواليك بالخامات اللي حواليك الكلام ده. فاحنا لما نافسنا بره وكده، وان اصلا يعني من ضمن المرات احنا خدنا مركز تاني على العالم بفرق نقطه، اكتشفنا ان احنا امكانياتنا مش اقل من الناس دي، بس هما الفكره ان هي عندهم امكانيات بس وفي ناس بتدعم وكده. الورشه دي احنا فتحناها من حوالي 3 سنين. كانت البدايه كلها كانت مجموعه معدات اللي هي الاساسيه في اي تصنيع في الدنيا كله. كان مكنة لحام، كان كومبريسور، كان ديسك قطعية، كان متقاب بدائي خالص. موضوع المعاقين ده كان جه شخص طلب كرسي كهرباء من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال انا عايز كرسي بيتناسب مع البيئة المصرية وكده، وقال لك انا يا سلام بقى لو تخلوه لي يطلع السلم يعني. فقلت له لا انا خلوه لك. قال لي بجد ممكن؟ قلت له قال لي طب خلاص انا معاك. بالفعل صنعنا الكرسي الاولاني ده طبعا، بس اول كرسي ده كان خد يعني وقت كبير جدا، كان من ضمن الحاجات الصعبة جدا يعني، لان انا كنت عايز اعمل فيه كل حاجة نفسي فيها. احنا عملنا كذا حاجة، عملنا كراسي وقوف بتوقف الشخص المعاق حتى لو عنده شلل كامل او حتى عنده باتر في رجليه. عملنا كراسي تانية من اللي هي برضو تبع اللي هي السلم، بتمشي على طرابزين السلم، على علم ان دي شركات عالمية محدودة قوي هي بس اللي بتصنع النوع ده من الكراسي. عملناه في بيوت قديمة وفي ظروف شاقة جدا يعني، ده كان من ضمن الحاجات اللي احنا صنعناها، اسانسير طرابزين السلم. عملنا حاجات يعني بتساعد في العلاج الطبيعي للمعاقين وكده، زي ونش بيتثبت في السقف والدكاترة بيستخدموه ان هم يوقف بيه الشخص تاني ويمرنه ويتحرك بيه. عملنا ترابيزات اللي هي التلتنج تيبل اللي هي بتنام وتقف وكده. بس دي من ضمن الحاجات اللي هي خاصه بزي الاحتياجات الخاصه. بالنسبه للمجال الصناعي احنا عملنا بقى خطوط انتاج. من ضمن الحاجات برضو اللي كانت فيها صدى جامد، بس طبعا نتيجه الظروف اللي احنا فيها، كان الروبوت اللي بينظف الازاز ونطحات السحاب ده كان مطلوب مننا في دبي وقطر. ولسه برضو في مباحثات اللي احنا نصنعه هناك وكده لنطحات السحاب وكده. عملنا خطوط انتاج للتعبئه للسورتنج ان هي بتصنف وتشيل وتعبي. انا لما جيت اتخرجت وكده بقيت اشتغل في مشاريع التخرج بتاعه الطلبه. مشاريع التخرج بتاعه الطلبه اتاحت لي فرصتين. اولا ان انا اعمل اللي انا نفسي فيه، يعني اعمل اللي انا بحلم بيه، وفي نفس الوقت بتدخل لي عائد مادي نتيجه الشغل اللي انا بصنعه. مشاريع التخرج البلد ما بتستفيدش منها، مع ان في حد ذاته ده يعتبر منتج مصري 100%، وده الفكر المصري 100%. مع ان يعني لو احنا يعني عملنا مسابقه، يعني عندنا مشكله في واتيفر المشكله دي في ايه في مجال في الحياه، وعملنا مسابقه بين الجامعات بس بين مشاريع التخرج افضل مشروع تخرج يحل المشكله دي، هيحقق يعني استثمارات جامده جدا، وفي نفس الوقت هيدينا افكار جديده ومش هيكلفنا حاجه. ده بالعكس، ده هو مشروع تخرجه هيقدمه للدوله، الناس هتستثمره، ففي حد ذاته ده هيكون انجاز لقدام يعني. لكن احنا دلوقتي مشروع التخرج بيخلص، الطالب بيخلص بيرميه، ده ممكن كمان حتى يعني ما يعرفش عنه حاجه بعد كده، يتباع خرده تقريبا. انا مش هقول لك ان انا يعني عبقري ولا الكلام ده، بس البلد مليانه افضل مني بكتير بكتير، افضل مني في مجالات كتير، بس ما خدوش فرصتهم. بس انا الفكره بس ان انا يعني صبرت وكملت. لكن البلد مليانه افضل مني بكتير، وافكار بناءه وخلاقه يعني. دوروا يعني، دوروا في الجامعات زي ما بقول لحضرتك في مشاريع التخرج، شوف الناس بتعمل ايه يعني. احنا لو استخدمناهم في تنميه
الجيش في المواصلات في 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 مجالات كتيره جدا. الناس دي هتقدم حاجات كويسه جدا بره. انت وظيفتك هناك هو بيديك معمل ويقول لك وظيفتك ان انت تبتكر، ولا بالعكس ده بيديك فلوس على الابتكار. لكن انت هنا انا دلوقتي بصنع حاجه وهامل هم بكره، هامل هم بكره ان انا دلوقتي عايز ابيع المنتج ده عشان يجي لي فلوس عشان اقدر اصرف على غيره. انا مش هقول لك ان احنا الحمد لله بفضل الله تعالى ان احنا في تطور، بس مش بالتطور اللي هو مثلا ان انا خليني اقدر اعمل مثلا خط انتاج للكراسي مثلا، بس الموضوع بيتم ببطء. يعني في تطور بس ببطء، مش بالتطور اللي انا ممكن اقول لك ان يعني ان انا اعمل مصنع كبير بالكلام ده. لا، الدوله ممكن تساعدني وتساعد شباب تانيين كتير. اولا احنا عندنا الهيئه العربيه للتصنيع، فيها مصانع ضخمه جدا وفيها امكانيات فظيعه، ان هي بس لو هي نمت لنا الكلام ده ان احنا مثلا تقدر تساعدنا بمصانعها بامكانياتها الضخمه دي ان احنا نطلع حاجه زي كده، وانا متاكد بالامكانيات اللي عندهم دي نطلع منتجات فظيعه. يعني ان هي تساعدنا، احنا مش محتاج، يعني مش هقول لك انا محتاج راس مال في هيئه فلوس، انا محتاج في هيئه مواد خام ومحتاج في هيئه معدات، هو ده راس المال اللي انا محتاجه. والعماله المدربه، والعماله المدربه ما فيش اكتر منها، يعني العماله ما فيش اكتر منها في مصر. لو احنا جبنا شويه شباب لسه متخرجين ودربناهم الدنيا هتبقى افضل.